FM. الكل مليك. الندوة الوطنية هذه هي ندوة في الواقع معناها الائتلاف خدمنا عليها منذ فترة طويلة. والموضوع الأهم في الندوة هو النظام الاقتراع في تونس. يعني القانون الانتخابي بصفة عامة، ولكن نظام الاقتراع اللي هو معناها اليوم سالم مفعول، سواء بالنسبة للانتخاب تقريبا هو بيدو معناها بالنسبة للانتخابات البلدية ولا الانتخابات التشريعية من 2011. وقت يتعمل النظام هذايا في 2011 كان الهدف باش نعملوا دستور للبلاد. دونك القانون هذا كان يشجع انه كل التيارات السياسية والتيارات الفكرية والناس الكل تكون ممثلة في المجلس التأسيسي باش يكون الدستور معناها جامع للتوانسة الكل وتقريبا توافقي. ولكن من بعد تعدينا 2014 واحنا من وقتها بدينا نحكيه فالإشكالية هذه نتاع النظام الانتخابي اللي هو يخلق تشتت كبير في المشهد السياسي وضبابية بالنسبة للناخب اللي يخليه ما يعرفش روحه، لأنه برشا أحزاب كثرت والناخب ما يعرفش روحه أحزاب شبه لبعضها شكون باش ينتخب، وفي الأخير يلقى روحه معناها العزوف معناها يولي هو القاعدة تقريبا. وهذا قاعدين نشوفه فيه بشوية بشوية. وآخر المؤشرات هو انتخابات الجزئية في ألمانيا اللي الناخب كان معناها ما متحركش بالكل، كان عازف عن الاقتراع. يعطيك الصحة. دونك الندوة الوطنية هذه سميناها احنا نظام الاقتراع ولا القانون الانتخابي وأزمة الحكم في تونس، لأنه نعتبر أنه فما علاقة وطيدة ما بين الزوز، وأنه اليوم ممكن جاء وقت باش نطرحوا هالإشكالية هذه ونناقشوها ونقترحوا بدائل. وهذا معناها الندوة معناها تنزل في الإطار هذا. مش مخر شوية سي حسين؟ احنا راو بالنسبة قبل مو أيام معدودات من الانتخابات البلدية هو راو سكونفيز احنا ديجا الشعار تاعنا بدل القانون 2019، لأنه احنا بالنسبة لنا احنا الانتخابات البلدية اليوم معناها الأمور خذيت مجراها، ومعناها من ناحية الوقت مستحيل أنه ننظر في إعادة النظام الانتخابي ولا النظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية. ولكن بالنسبة للانتخابات التشريعية 2019 اللي احنا نراو أنه كان تونس تزيد تعدي 5 سنين بالطريقة هذه، يعني فالتوافق اللي شفناه هذا في المجلس النواب اللي ما بين فصائل ما تحملش نفس المشروع، ما تحملش نفس الأفكار، واللي هي بتبيعتها ولا تحكم غير ما تحكم عادة، معناها مع الأسف اليوم فما ناس تحكم ولكن ما تنجم تحاسب حد. وإذا ونراو أنه لي ريفورم الكبار اللي يزمهم يصيروا في البلاد حتى حد ما يجرب شي يعملهم، نحسوا دولة ضعيفة ونحسوا أنه البلاد قاعدة تغرق بشوية بشوية. كاب اف ام الكلمة ليك.